gérant par des fonds-mêmes, par voie aéroporteur. C'est différent de ce qu'on a actuellement. قامت مديريه الصحه والسكان بتسير برنامج تكويني لفائده الاطقم الطبيه والشبه الطبي التي ستشرف على عمليه التلقيح، حيث تم تشكيل في هذا لهذا الغرض 33 فرقه التلقيح على مستوى المؤسسات العموميه للصحه الجواريه وست فرق على مستوى المؤسسات الاستشفائيه، بالاضافه الى 12 فرقه متنقله بمعدل فرقتين على مستوى كل مؤسسه صحيه جواريه. لهذا الغرض وتحسبا لاستقبال الكميات المخصصه لولايه خنشله من هذا اللقاح، تم توفير كل التجهيزات الضروريه والخاصه بالحفاظ على سلسله التبريد